اليوم في الهيلتون، الهيلتون الرياض، غير جو شوي. الهيلتون هذا جديد، حبيت إطلالته فقلت نجربه. الإطلالة تجنن، تاخذ العقل. بس الجهة حقتنا هذه على ال في هنا زي ال شو اسمه، ما تي قاعدين يشتغلون على المترو اي جاس او شيء، في ستيشن يعني، ففي شوي شغل هنا. بس الإطلالة من فوق تاخذ العقل، تجنن. كثير انطلب مني انه احكي عن روتيني اليومي في العناية. طبعا بتقولون انه احنا ما نشوف وجهك، كيف راح نعرف ايش روتينك يعني؟ للامانة يعني اكيد يعني ما راح تدرون انه هل بشرتي كويسة او مو كويسة، لكن انا مرة انسانة يعني احب اني اكون مرة محافظة على بشرتي، احاول قد ما اقدر يعني اني اعتني فيها قد ما اقدر يعني. واساسا دائما يعني البلوجرز كثير براندز يتعاملون معانا، يرسلوا لنا اشياء نجرب اشياء، ف يكون عندنا المجال ان نجرب اشياء كثيرة. فبوريكم بس ايش الاشياء اللي ما اخذتها معاي هالمرة. هذه الشنطة بوريكم اشياء اللي استخدمها كل يوم literally يعني. اول شيء في الصباح يعني غالبا لما اصحى، الاشياء اللي استخدمها، استخدم هذا المنتج من فيلوركا، اي ثينك اتس فيلوركا، بحط لكم صورته هنا. هذه اي ثينك انها براند المانيه لكنها طبيه. هذا الكريم للتجاعيد، استخدمه حول منطقه العين، بالنسبه لي مره مناسبني، وانا اصلا صرت احب هذه البراند من هذا المنتج، لدرجه اني افكر اجرب اشياء ثانيه للعنايه من عندهم. الكامل وجهي استخدم هذا المنتج اللي هو كريم النهار من البراند اسمها ناتشورا سيبريكا او سيبريسا، مع شيء زي كذا، بحط لكم صورتها. مره يجنن، ياخذ العقل. عرفتوا لايت، مرة لايت، التكستشر حقتها يعني ما تكون ثقيلة، خصوصا أنا لأن أنا بشرتي مختلطة وعلى طول التيزون عندي يعني على طول يدهن، فمرة حبيتها للاستعمال اليومي. كمان أستخدم هذا المنتج من نفس البراند، كمان هذا داي كريم، بس هذا مع SPF، هذا I think إنه بدون SPF، yes، هذا بالكافيار، هذا بالورد مع الأعشاب. بالنسبة لي هذا حلو لكنه كريم، عرفتوا اللي شوي دهني، فإذا بستخدمه أستخدم جزء بسيط منه. حاليا هو روتيني إذا بطلع من البيت يعني، هذا هو اللي أستخدمه. الثاني لما أكون في البيت. كمان أستخدم البايو أويل، طبعا كثير حذروني منه، قالوا لي إن البايو أويل ما يصلح للبشرة، إنه يطلع الحبوب وما اعرف ايش. للامانه انا استخدمه نتفه بسيطه بس، عرفتوا، على التشيك بونز، على الجبهه شوي، على الذقن شوي، يعني بس شيء بسيط يبينك كذا فريش، يبين يعني وجهك كذا شوي تحسن فيه لمعه صحيه، عرفتوا، مو انه احط كميات، لا. فانتبهوا منه يعني، لازم تستخدمونه حذر يعني مره. هذا كريم الفيتامين اي، حلو بس انه مره ثقيل، مره يمكن بالليل استخدمه اكثر شيء يعني قبل ما انام، احطه على مناطق معينه يعني، بس ما اكثر منه لانه زي ما قلت لكم مره ثقيل، بس مره حلو. حتى كمان ممكن قبل الميك اب تستخدمونه.
بالنسبة لروتيني بالليل تقريبا نفس روتين النهار، بس بدل كريم النهار تصير كريم الليل، واستخدم كمان هذا الهايلورونيك اسيد من هذه البراند، من بحط لكم صورته هنا، من اي هيرب. مره يجنن، تصحون وبشرتكم يعني وش اقول لكم، يعني مره ناعمه مره متفتحه مره حلو. هذا الكاستر اويل اللي هو زيت الخروع، هذا استخدمه على رموشي، لان كثير بنات كانوا لما يشوفوني يقولوا لي ايش تستخدمين لرموشك. انا كنت استخدم منتج ثاني بحط لكم صورته هنا، بس خلص فقلت بجرب شيء ثاني. زيت الخروع واحده من البنات حكت لي عنه، وانه لازم اخذ الكولد بريست، فانتبهوا لازم تاخذون الكولد بريست زي هذا. انا ممكن احط لكم الرابط تحت، وفي انواع كثيره يعني لو تبحثون مثلا في امازون، مو بالضروره هذا النوع بالذات اللي انا عندي. يجي معاه فرشه، ممكن تسوونها لحواجبكم، ممكن تسوونها لرموشكم، اللي يريحكم يعني، بس انا ما احتاج الحواجب، احتاجها بس للرموش. خلال اليوم احب انه وجهي يكون ريفرش، فاستخدم هذا البخاخ من البراند اللي اسمها كادولي كوادلي او شيء كذا اسمها. هذا اكسير، مره حبيته، مره البخاخ منعش بشكل، البخاخ بالمكونات العنب، ماء زهر البرتقال، الزهر، نعناع، اكليل الجبل. عرفتوا اللي مره منعش، مره يعني مو الكوزمتكس، يعني مو ريحه منتجات تجميل، لا ريحه كانه ريحه فواكه كذا، اشياء كانها اشياء حمضيه، عرفتوا؟ مره حبيته. طبعا خلص، فناوي اخذ واحد ثاني بس يمكن اطلبه ما اعرف، يعني كنت ما اخذته من النهدي والحين ما عاد لقيته. حاليا بدل هذاك لانه خلص، اخذت هذا من ماريو باديسكو اي ثينك اسمه، فيشل سبراي وذ الو فيرا هيربز اند روز ووتر، الوفيرا واعشاب ومويه الورد. يجنن هذا خلال اليوم. طبعا ما شاء الله تعرفون اجواءنا يعني مره حار، سو خلال اليوم انا لازم كل شوي بخه بختين، لازم من هذا او هذاك اللي وريتكم اياه قبل شوي. من الاشياء اللي صارت روتيني بالنسبه ليدي هذا الكريم من براند اسمها نوبيان. هذه البراند انا ادمنتها لكل شيء، الشامبوز، الشاور جيلز، كل هذه الاشياء. هذا هاند كريم بالباتشولي والبوريتي، المهم انه بالباتشولي. ريحته مره تجنن، ملمسه مره حلو، يعني ما يدبك، لا بالنسبه لي مره حبيته. طبعا اليومي عرفت اللي قبل ما انام احط، اول ما اصحى احط منه. في طبعا عندي واحد ثاني اللي يكون بالشنطه، بحط لكم صورته هنا كمان يجنن، وري من اي هيرب، كلهم يعني اشياء اورجانيك، فبحط لكم اياها هنا الحين، احط لكم صورته، يجنن ياخذ العقل. لفتره حتى استخدم، يمكن ثلاث مره اطلبه من اي هيرب. بس تقريبا هذه هي منتجات العنايه، قلت اصور لكم بس اياها سريع سريع بما اني جايبتها كلها معاي بالأوتيل، فقلت أصور لكم إياها. You mean accounting? عشان كذا أقول لك خلنا ناخذ واحد أنا وياك سوا. الفيلم مرة حلو، Men in Black 3 أتوقع الجزء الثاني، مرة متحمست له. هذا الصوت شفتي إكس مان، أحتاجكم تعيشون معي بأجواء. شوفي كيف الباب معتق وقديم، هذا كرسي جدا. عشان تساعدني وتعبني،
بوريكم المحل. المحل أنا من البراندز اللي مرة أحبهم، وهذه مو أول مرة أصلاً أغطي لهم، بس مرة مرة أحبهم. كل ما نزلوا كولكشن جديد يعني غالباً أنا أكون موجودة لازم أشيك عليه. هذا أنا وأنا قاشة المحل كله. It's me shopping. المحل مرة ياخذوا عقل، نزلين نيو كولكشن فيا ما اقدر تقاوم. كمان عندهم اوفرز وعندهم سيل، فمرة تحمست. هذا مرة حبيته خصوصا للسفر، شيء طويل مرة. حتى هذا البنطلون حلو، هذا الطوب مرة عجبني. اتخيل مع تنورة ستان بيطلع يجنن. اخذته اوف لاين as always. شعور لما تخلصين شوبينج، ياي متحمسة بس ارجع البيت اجربهم. مرة متحمسة. ماش ما عجبني مرة، هو صراحة قماشة يجنن ياخذ العذر، يعني الجينز الناعم مرة، بس ما عجبني مرة مع كذا. شكلي بغير اللوك كذا، صار مرة حلو الحين عجبني. شكله ينفع مع الاشياء الرسمية عشان الكات حقتها مرة حلو طلع الحين. أشوى صراحة طلع حلو، كنت متخوف إنه ما يطلع مرتب. يعني البنطلون شوي أحس لو إنه ضيق شوي زيادة من تحت أحس بيطلع أحلى. حلو هذا تكفيله حقته مرة تجنن. تخيلوا ما في جيب كذا مخيط، ما أدري هل مفترض إني أنا قصة ولا كيف، بس مرة حلو التي شيرت. الجينز تخيلوا فيه، هوريكم هنا في جيب مخفي. مرة حلو عجبني صراحة، اللوك كله عجبني. سوري على السليبرز. افتتاح الفرع الجديد الهاف مليون. I said something wrong. Now I long for yesterday. مصعدهم فنتج مرة حلو. أول مرة أجد قرية جديدة قلنا نجرب الوائل. ابي جريش انا جريش. ايه طيب، شو الشعور؟ في زبده؟ لا ما في زبده، ظاهر شكله حق المراعي. حق المراعي حتى البيبسي، بيبسي اكثر على هذا. اقل والجريش، هذا الجريش حطيت فاصه قبل الجريش. علاء الدين سعودي. هذا الايس كريم الياباني، فجربه وشوف طعمه كيف.